يقول: ما صحة حديث الشاب الأمرد؟ الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي على صورة شاب أمرد. هذا الحديث باطل، موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج لما قيل له: رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي مسلم قال: نور أن أراه. فالله سبحانه وتعالى لا تعرف صورته ولا تعرف كيفيتها سبحانه وتعالى، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي على صورة شاب؟ هذا باطل لا شك. وبعض الناس ينسبه إلى ابن تيمية أنه صححه، هذا باطل أيضا، لم يصححه ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، بل ذكر أنه لا يثبت وأنه لا يجوز أن ينسب إلى هذا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا، وهذه منهجية مهمة جدا في أو عند أهل السنة والجماعة، وأنهم لا يعظمون الأشخاص وإنما يعظمون الدليل، لا يعظمون الأشخاص وإنما يعظمون الدليل، كما قال علي بن أبي طالب: لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال، يعني إلى قوله وليس إلى القائل. لأن القائل عندنا معاشر أهل السنة والجماعة بشر يصيبه ويخطئ ولا يستدل به وإنما يستدل له. فعلى فرض أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ذلك، فنقول قول خطأ هذا، ونحن غير متعبدين بمتابعة ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كل شيء، وإنما متعبدون بمتابعة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه في كل شيء. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك. نعم.